الصفات التي تميز الإخوان المسلمين أنهم ما دخلوا بلد إلا ونشروا فيه الفتن وعملوا على قلب نظام الحكم فيه، أو أقله أشعلوا الاقتتال الأهلي متسترين بالإسلام الذي هو براء منهم، لأن ذلك هو سلوك منذ قيام الجماعة على أيدي حسن البنا وصولا إلى راعيهم الحالي من توهم وأوهم زورا أنه خليفة المسلمين، وهو بالحقيقة ماكيافيلي التفكير لا يهم إلا مصلحته، وإن كان على حساب من ادعى أنهم إخوانه. وإن كنت لن أخوض الآن في ما فعله بأساتذته وأقرب الناس إليه، ولن أتناول نفاقه المقيت بحق أهل غزة، ولا حتى أعلنه أنه لن يستطيع حماية قيادات حماس بتركيا الذي لطالما استخدمهم لنشر الخلاف في الصف الفلسطيني، وإنما سأسلط الضوء على آخر ما أتحفنا به من نفاق حفاظا على مصالحه، وفي محاولة منه لتجنيب تركيا الانهيار الاقتصادي المدمر الذي تسببت به رهاناته الخاطئة وأضغاث أحلامه الخلافية. فقد طالعنا خبر إلقاء القبض على الإخوان الكويتي حاكم المطيري الذي فر هاربا من بلده إلى جنة الإخوان الموعودة إسطنبول بعد أن حرض على حكام الكويت وسعى لقلب النظام فيه. وقبل الغوص فيما من هو ذاك الإخواني ذو الفكر الظلامي والأسود، لا بد من الإشارة إلى أن أردوغان يهدف من تلك الخطوة تقديم أوراق اعتماده لدول الخليج وتحديدا الكويت والإمارات والسعودية. المهم، حاكم المطيري ذاك الذي اتخذ من تركيا مقرا ومن قطر مصدرا للتمويل من أجل التحريض على السعودية والإمارات تحديدا، علما كلا الدولتين تضعان على قائمة الإرهاب الخاصة بهما، فحاكم المطيري الذي يعتبر أحد أكبر قيادات الإخوان المتأسلمين أوقف على خلفية القضية المرفوعة ضده في الكويت بتهمة تهديد أمن الدولة بعد التسريبات التي طلب فيها مساعدة محمد القذافي. ففي التفاصيل كلنا بنعرفها، كانت محكمة الجنايات الكويتية قضت في نيسان أفريل 2021 بالسجن المؤبد على حاكم المطيري بالقضية المعروفة إعلاميا باسم تسريبات القذافي أو تسريبات خيمة القذافي، التي كشفت عن وجود أجندة إخوانية مشتركة عمل عليها الطرفان بهدف نشر الفوضى في الدول العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة. وجاء الحكم على حاكم المطيري بعد عام على انتشار تسريبات خيمة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كشفت تباعا تآمر أعضاء في جماعة الإخوان وجماعات إسلامية أخرى على دول الخليج، وأكدت وجود مخططات تستهدف أمن المنطقة ومشروعا لإيجاد فوضى خلاقة. وبحسب المقطع الصوتي، فإن المطيري الذي طلب الدعم من القذافي لإسقاط أنظمة الحكم في السعودية والكويت تحدث عن رغبة في تغيير الواقع وتغيير الأسر الحاكمة في طبعا كلا البلدين. وكان حاكم المطيري يعيش في تركيا ويدير شركة عقارية يمتلكها وقناة عبر موقع يوتيوب يبث عبرها محاضراته في الإسلام السياسي ويروج لأفكاره المتطرفة وللتحريض على السعودية. ولم يكتفي بذلك، بل ذهب عبر حسابه في منصة إكس إلى تكفير من يشاء ومنح صكوك الغفران لمن يشاء. ألف كتاب عبيد بلا أغلال الذي يدعو من خلاله إلى ضرورة النفير والجهاد دون طاعة ولي الأمر. ورد اسم المطيري ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها مصر والسعودية والإمارات والبحرين عام 2017، كما سبق وأيضا في عام 2004 أسس مع الإرهابي عبد الرحمن النعيمي مؤسسة الكرامة، وهي منظمة تأخذ من جنيف واجهة لها. ومنذ عام 2006 خدم كعضو مجلس أمناء للحملة العالمية لمقاومة العدوان التي يرأسها النعيمي، وعمل منذ عام 2012 مع معاون القاعدة حجاج بن فهد العجمي المدرج على لائحة عقوبات الأمم المتحدة ولائحة عقوبات الولايات المتحدة، وعمل مع قائد القاعدة الأسبق محمد يوسف عبد السلام في توجيه الدعم إلى تنظيم القاعدة في سوريا. هذا غيض من فيض إرهاب حاكم المطيري. اليوم أردوغان يسلم المطيري على أنه أصبح ورقة محروقة، يا ترى من سيسلم غيره وبعده من الإخوان المتأسلمين؟